امبارح بالليل أقيم حفل Critics Choice Awards، وده طبعاً بدورته الـ 28 بحضور عدد كبير من ألمع نجوم السينما والتلفزيون في هوليوود، وزي طبعاً شفنا منهم كيت بلانشيت، كيت هاتسون، فيولا ديفيس وجانيل موني وجوليا روبرتس وإلي فانينغ وأستن باتلر وبراندن فريزر والممثل الكوري كي هيو كوان وغيرهم طبعاً الكثير. الحفل كان ترند وورلد وايد، مو بس بسبب حضور عدد كبير من النجوم، كمان بسبب اللحظات الطريفة والسبيتش المؤثرة اللي عاشوها الفائزين بهالحفل المهم واللي بينتظروه النجوم والجمهور كل سنة بحماس. وكل هالتفاصيل رح نحكي فيها مع مين؟ مع دانا. يا أهلا وسهلا. هلو. يعني الكريتكس تشويس أوردز السنة كان كتير إيفنت كبير وكتير حلو، بس قبل خلينا نشوف إطلالات النجوم الأنيقة على ريد كاربت واللي جمعت بين الجرأة والكلاسيكية. فينا نقول إنه إطلالات نجوم هالعام على ريد كاربت كانت أشبه باللوحات الفنية، مثل ديزاين هالفستان اللي طلت فيه إل فانينغ من تصميم ألكساندر ماكوين، وبشيد أغمق شفنا هالديور دريس على آنيا تايلر جوي بتصميم ميزه الكات والشك. من البراند نفسها اختارت أماندا سايفرد هالجاون باللون الذهبي من مجموعة ديور لسبرينغ سمر عام 2020، ونسقت إطلالتها مع هالعقد الضخم. واللون الذهبي كمان شفناه على ميشيل ويليامز بفستان من لوي فيتون أخذ 980 ساعة من التطريز، بالإضافة لأكثر من 22,000 سيكونسز. واللون نفسه كمان كان خيار شيريل لي رالف. سيكون دريسز كانت طاغية على ريد كاربت، أما دانييل ديدوايلر فطلت بجاون تميز بالفتحات، وريا سيهورن اختارت أليجنت دريس. فينا نقول إنه كوين أوف أليجنس كانت جوليا روبرتس، فاختارت فستان أسود من سكيابوريلي بيتميز بالشك الذهبي. السيكون كان خيار كاري واشنطن بفستان من جورجيو أرماني بريفيه بميزه ألوان الربيعية والفلورال، والدراماتيك ستايل كان خيار أنجيلا باسيت بهالفلفت دريس اللي بميزه الروفلز، ونسقته مع تشوكر من اللون الذهبي. ميشيل يو فاختارت هالإطلالة اللي بتتميز بكيب باللون الفوشي، كوينتا برينسون طلت بهالفستان اللي بميزه التول، ومادلين كلاين اختارت جاون بتميز بالريش من تصميم جيفنشي. وصحيح إنه جينيفر كوليج لبست فستان أسود بسيط، بس هالجلوفز عطوها دراماتيك ستايل. طبعا فقرات حفل الكريتكس تشويس اووردز بهالليله كالعاده كانت لا تخلو من الاثاره واللحظات المؤثره، فاكبر الفائزين بهالليله كان فيلم Everything Everywhere All at Once اللي فاز بخمس جوائز واهمها جائزه افضل فيلم، وردت فعل الكاست لما فازوا بهالجائزه صارت كتير فايرل على السوشيال ميديا. لا دانا كمان بهالليله في ناس اخذوا جوائز لاول مره. صحيح، يعني كان في كتير عالم أول مرة بنشوفهم بياخدوا جوائز وبصير لهم ريكوجنيشن، مثل كي هوا كوان وبراندن فريزر اللي بدوا كتير مصدومين لحظة فوزهم وقدموا سبيتشز كتير مؤثرة، ففاز براندن فريزر بجائزة أفضل ممثل عن فيلم The Whale وكان عم يبكي لما أعلنوا عن فوزه. أما جينيفر كوليج اللي عم تتألق هالموسم ففازت بجائزة أفضل ممثلة عن دور مساعد بمسلسل درامي في The White Lotus، وبخلاف الحس الكوميدي اللي عودتنا عليه بالخطب اللي بتلقيهم على المسرح هالمرة قدمت سبيتش كانت ملهمة. كما تم تكريم مجموعة من الضيوف بجوائز مهمة بالحفل، منها حصول جيف بريدجز على جائزة اختيارات النقاد لإنجاز العمر، ونالت جانيل موني جائزة سي هير أورد عن بهالليلة.